مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، طائرات التحالف العسكري في اليمن بقيادة المملكة السعودية تشن غارات على مواقع للمتمردين في محيط صنعاء غداة اعتراض صاروخ فوق الرياض. السلطات البرمية رفضت السماح لمقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان بدخول أراضيها. كوريا الشمالية تختبر تحميل الجمرة الخبيثة المعروفة باسم أنتراكس على صواريخها البالستية طويلة المدى. في أخبارنا المنوعة، المجلس الاستشاري لهيئة الدواء والغذاء الأمريكية يوافق على علاج جيني يحسن البصر لدى المرضى الذين يعانون من العمى الوراثي الناجم عن خلل جيني يؤثر في شبكة العين. شكوك حول إمكانية مشاركة نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة الكلاسيكو التي ستجمع فريقه بالغريم التقليدي برشلونة السبت على ملعب سانتياغو برنابيو.